بنصبح على حركه مره تانية، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها عليها اخر اخبار المرور والطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا فسان، صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الفل عليك لمياء. بما اني بشوفك ساعات بتكتبي نصايح كده في الجروبس، عايزه اعرف منك انت تنصحي الناس بايه؟ يشوفوا اللي شبههم او يختاروا اللي شبههم شريك حياتهم، ولا يختاروا اللي بيكملهم؟ بصي، هو انا بالصدفه امبارح كنت شايفه كده معلومه بتقول ان مش كل حبيب ينفع يبقى شريك حياه، صح؟ لكن يبقى حظك حلو قوي لو شريك حياتك ده بقى حبيبك. فدي او السؤال ده بالذات اجابته ملهاش قاعده، لانه في ناس احنا شفناهم حوالينا كتير. مثلا انت راجل بيتوتي جدا يا مصطفى، فاخترت واحده شبهك بتحب برضو قعده البيت، وزي ما بيقولوا بالبلدي كده ايه، ريحه طيب وهادي، ممكن علاقتكم تنجح وتستمر والجواز ينجح جدا. وفي فتره في حد تاني بعد شويه بيزهق طبعا. بيقول ما فيش حاجه جديده في حياتي، لا انا عايز واحده مطرقعه ونخرج ونسافر ونروح ونيجي وحاجات كده. فدي الحاجه الوحيده اللي ملهاش قاعده، هو على حسب الشخص نفسه حابب ايه او هيعيش ازاي. فهو ده رايي في الموضوع، مش كل شريك الحياه ينفع انه يبقى حبيبك، او كمان التفاصيل بتاعه شخصيتك ممكن تبقى مكمله معاه ومبسوط بيها وانت كمان مبسوطه بيه. يعني الانسان ما بيعجبوش حاجه كده كده. لا، في ناس بتبقى حياتهم، يعني بصي، في ناس بتحب حياتها تكمل، وبيحبوا يتخطوا حاجات كتير، ويحبوا يصلحوا حاجات كتير، وفي ناس ستاند باي كده من الدنيا، لا 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 مش عاوز، انا مش مكمل اللعبه. وهو حلاوه السؤال ان ليه يعني اكتر من معنى. وخلينا نشوف الناس بتقول ايه في القصه.